اذا مادام نتوما ما ناقشوش هذه المسائل ديال انكم تحولوا الناس وديروا لهم سكن لائق، على الاقل على الاقل خفوا عليهم المعاناه ديالهم ووفروا لهم الماء والضوء والطريق والمسائل اللي تخلص. وديك الساعه الا ما عطيتيهش يسكنوا لنا 3 سنين ولا 4 سنين ما عندناش مشكل، ولكن باش تتورك عليا ما باغيش تسكنوا وما اشنو كتقول ليه دير؟ اش كتقول ليه دير؟ كتقول لي داك الشيء الافكار اللي كطيح لك، الافكار اللي كطيح لك العوجه سير ديرها. حدانا الطريق السيار، حدانا السكه الحديد، حدانا الاقامه الملكيه، حدانا الطريق 322، حدانا العديد من يعني الدوار راه هوتا في اي لحظه من اللحظات الناس غيهزوا يديهم ويتموا غادا كيقول لك لا سيدي حنا نمشيو نطلبوا حقنا من سيدنا هو قريب لينا جارنا. نقولوا سيدي لا حنا من الناس هذو صافي نمشيو حنا نسدوا شي طريق من الطرقان. واش هاد الناس ما كيفكروش فيه؟ واش السلطه ما كتفكرش في هذا الاحتقال اللي ممكن يوصلوا لهاد الناس؟ القنطره عندك من هنا القنطره ما كاينش الضو، الدراري صحاب المدرسه كيمشيو، ومن القنطره من هنا كاين الضو ما كيمشيوش الدراري صحاب المدرسه. وعاوتاني من القنطره من اللي ما كاينش الضو، وشحال من واحد تعرض للكريساج من تما. من تما من القنطره للمدرسه. شوف دو دير تشوف انت ما كاينش الضو، ولكن من القنطره من اللي كاين الضو. واش غنقول لك اخويا هاد الناس راه الله يهديهم، الله يهديهم علينا وصافي هادشي اللي غنقول. شكرا تبارك الله عليك. عطينا البلاصه اللي كنتواجدوا فيها. السلام ورحمه الله وبركاته. حنا كنتواجدوا في جامعه المنصوريه بالضبط دوار سوجيطه بين قوسين الكبانيه. شنو المشكل اللي عندكم؟ والاشكاليه اللي كاينه راه كما كتشوفها انت جيتي وكتشوف كيبان لك الظلام الدامي راك طلعتي من الطريق وبانت لك الدنيا كلها ظلمه. الاشكاليه هو ان الضوء مقطوع على واحد 400 كانون او لا 400 اسره. نعم. مقطوع على الضوء. ما يقدرش الناس يزعموا الا كان جاي من طوبيش ما يزعمش يدخل لهنا. ما غاديش يزعم يدخل، راك عارف دابا حتى المنطقه جينا حنا معزولين، راه جينا ما بين طريق السيارة وما بين السكه الحديديه. دابا الاشكاليه كتبقى مهم، حنا راه الضوء تقطع هادي تقريبا واحد الشهر، جاو هاد الناس ديال الله يديك وجاو كذا والجهات المسؤوله والسلطه جابوا واحد المحول، هذاك المحول اللي جابوه جابوا محول قديم. نعم. مباشره من بعد ما مشاو بدا كيقطر في الزيت. كيقطر الفيزون ديالو تحرقوا وعاود عاوتاني بدا كيتقطع. جات السلطه، جات الدرك الملكي، جاو داروا كيقلبوا على الناس اللي مقطعين الضوء وضغط المسائل، كل هذا الروتين داروه. ها هو نهار الاربعاء تقطع عاوتاني. وحنا اليوم من الاربعاء اليوم عليك بالله واش كاين شي بلاصه غتبقى؟ حنا غندويوها بعفويه، حنا ما غنهضروش كاع كاين شي بلاصه غتبقى مقطوع عليها الضوء مده ديال اربع ايام. الوليدات الصغار هو الظلم الاربعاء، الوليدات الصغار القرايه فين؟ اضطرينا اننا نبقاو نسدوا على ولادنا في ديك الوقيته اللي غيلعب فيها وهذا نسدوا عليه باش انه يحفظ بزاف ديال الحوايج. كاين ناس كتخلص كاين ناس ما كتخلص، هاد المشاكل كلها حنا ما بغيناش نتكلموا عليها. حنا كنعرفوا بان الحق في الكهرباء اولا في الماء والكهرباء، نقولوا على الكهرباء الحق فيه ان هذا المحول ما خصوش يتحيد من الضوء وما خصش يجيو المسؤولين ديال الله يديك ديال الشركه ويقطعوا الضوء ويمشيو. قطع الجل التعليقات غيقول لك راه كاين اللي ما مخلصينش الضوء زعما، ولكن القانون اش كيقول؟ اللي ما مخلصش الضوء المسؤوليه ديالو من تحت البوست من بعد البوست. عندكم المكانات ديالكم؟ كاين الماكن كاين كلشي، انا كنخلص جاري كيخلص جيران ديالنا كيخلصوا. الا جينا ندورو غنلقاو على الاقل على الاقل غنلقاو واحد 200 ديال الساكنه كتخلص و200 ما كتخلصش. انت عندك اليات باش تمشي اما باش تقطع الضوء على كلشي اسمح ليا. نعم. راه هذه كتسمى بين قوسين لوين الدراع، او انك باغي تضارب المواطن مع بعضياتهم. نعم. او لا غادي نعزي غنرضعوه لما هو سياسي، حنا بغينا نهضروا واحد المنطق سياسي. كاين المنطقه المنعوم عليها والمنطقه المغضوب عليها. المنطقه المنعوم عليها من الدوار اللي كتمثل في جوج ديال النواب ديال الرئيس واللي فيها تقريبا ابن اخت الرئيس هي اللي هذا راه شاعل فيها الضوء كيتكلموا الو فن هنا كيصدعوا هاد الجهه ديال النص ديال الدوار. ما على من غنحسبوها؟ شحال ديال عدد السكان هنا دابا؟ هنا العدد ديال السكان كاينه اللي محصيه في البرارك كاينه 300 تقريبا و34 براكه زيادة على البناء الغير منظم والعشوائي اللي لتحت كاين واحد 100 ساكن هي قرابة 400 وزيادة، وهاد الناس كلهم مقطوع عليهم الضوء. رسالة للناس المسؤولين. واش غنقول للناس المسؤولين؟ غنقول اللهم إن هذا منكر، حسبنا الله ونعم الوكيل. غادي اش غنقول اش بقى لنا ما نقولوا لهم؟ السلطة المحلية وعارفة والإشكالية تقريبا دابا 4 سنين وهي كاينة. السلطة المحلية في خبار، الداخلية في خبار، العمالة في خبارها، الإشكالية واصلة للداخلية. الإشكالية مشات فيها مراسلة لوزير الطاقة والمعادن من عبد ربي. الوزير الطاقة والمعادن تقريبا 2018. الإشكالية يعني كلشي فاهم شنو كاين. أسيدي أنا الضوء ما يتقطعش من البوست. الضوء قطعون من عاد السيد اللي ما مخلصش ومنك ليه ولا كواسع النظر والدولة دارت معك اتفاقية مع هذه الشركة وعاطياك هي كتقول لك أسيدي أنا جيب لي اللي ما مخلصش وأنا نتحمل مسؤوليته.
وانتم كتجيو الناس ديال 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 لاليديك وكتضحكوا على الناس على المواطنين. تواصلنا قبيله مع السلطه المحليه بشخصيه القائد قال لك اليوم ولا غدا. هو السلسير بحتى كما كيقول المثل المغربي اليوم ولا غدا ولا حتى اليوم. واش ذنب هذا؟ واش ذنب هذا؟ ونطلبوا من الله عز وجل ان هاد الناس ياخذوا بعين الاعتبار غير الحاله. ومادام الدوله دايره واحد البرامج كثيره غير بخصوص ما له علاقه بالهضر المدرسي. وكيفاش هاد الوليد غيمشي للمدرسه غدا وهو ما قاطره لي الشمعه على رجليه؟ كي غيدير؟ وهنا الا كانت فينا الروح ديال المواطن. هذيك الشمعه ديال المشكل راه السيده لا حد شبكه شعلت فيها العافيه لا حتى من الدار لا حتى من الشرجم. وكيف يعقل حنا دابا ما نقولوش القرن 21 ولا 22 الا كانت فينا المواطنه والحس ديال الوطنيه خاصنا بحال كنخدموا خاصنا نقراو الهم للناس الاخرين. حنا بغينا هاد الناس يديروا محول ولا موسع النظر مع الناس اللي مخالفين. هذه ابسط الامور اللي كنطالبوا بها ندوي على بحال بالنسبه للناس ملي كيبغيو يمشيو يتنقلوا للمدرسه بحال الدراري كيتنقلوا للمدارس. مو دابا حنا دابا الصباح بحال راك عارف السبعة الصباح راه كيخرج الوليد راه كيخرجوا دارهم. نعم. راه الظلمه ديما هنا. راه مع الصباح ضروري ما خاص يخرج امه ويخرج والدي هادو اللي كيمشيو راه سفينة الله وصافي راه الله عز وجل اللي حاميهم. زياده على ذلك انه حنا دابا المنصور حنا الدوار المنطقه اللي هذه البلاصه اللي كنتواجدوا فيها هي منطقه سوجيطه هي تابعه للاملاك المخزنيه. يعني ملك ديال الدوله فيها تقريبا واحد 54 هكتار. حنا عندنا اشكاليه اخرى ديال اعاده الايواء بعدا هي اللي غتفك هذه المشاكل كامله. ولكن التنسيق اللي جاي ديال تصميم التهيئه الحضاريه اللي تسالف 2022 2022 ما فيهش شي حاجه اللي كتتكلم على اعاده ايواء دور الصفيح او تخصيص واحد البقعه لاعاده ايواء دور الصفيح من سوريا.